ده بيركب كده اهو. ها الانترنال دي كلها بتركب فين؟ بتركب هنا طبعا. الاول البنوز دي بتبات في البنوز اللي هي جوه الكيس دي، تمام؟ مع الحركه هو ده ناقل حركه برضه. فين الحركه؟ فين الحركه بتاعت الانترنال جير؟ اما المجموعه دي كلها تشتغل مع بعضها في العصر، اما المجموعه دي هي بس اللي تشتغل في الغسيل، تمام؟ خش يا محمد. يحط الاول بقى كده. تعالى دلوقتي. ماشي. ممكن ثواني يا احمد. ثواني يا احمد. روح نجح في الشباب ولا زون كمان. تشحم الاول. تمام؟ بعد كده بتحط الانترنال جير. بعد كده الجير يونت. تمام؟ لازم يأكد على الحركه، لو في طايشه لو في اي حاجه تأثر معاك. تمام؟ بعد كده بيكمل. تمام؟ لازم بيأكد على حركة الجير. تمام؟ تدخل بقى على مكنة ثواني يا احمد ثواني يا احمد معلش دي لازم لما تنهرب